اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد هنتكلم فيه ازاي نعمل ريوزابل سبرينج بوت جار واستخدمه از موفن ديبندنسي في البروجكت بتاعي. يعني ايه الكلام ده؟ معظم الاوقات اول ما بتبتدي بروجكت جديد بيبقى عندك بعض الكومن فانكشناليتي اللي بتبقى مكرره في المشاريع بتاعتك، زي مثلا ايه؟ زي السكيورتي، ممكن اللي هو الجي دبليو تي سكيورتي، بس بحتاجه مثلا استخدمه في اكتر من بروجكت. كمان ممكن يبقى عندي مثلا اكسبشن هاندلنج، اي كومن فانكشناليتي كمان ده في المونوليستيك سيستمز. طيب لو انا عندي مايكرو سيرفيسز، فبالتالي الفانكشناليتي دي بتتكرر في كل سيرفيس، وطبعا ما ينفعش في المايكرو سيرفيسز الكونسبت بتاعه ان سيرفيس تعتمد على سيرفيس تانية. هو ممكن يعني تناديها تنتراكت معاها لكن ما تعتمدش عليها. طيب فالفانكشناليتي دي لو هي متكرره في كل سيرفيس بتاعي، هل انا هدخل في كل سيرفيس واكرر كتابه الكود دي في كل سيرفيس، ولا الاحسن ان انا احطها في مكان سنترلايزد ريوزابل كود واستخدمه في السيرفيسز بتاعتي؟ فالاحسن ان هو يبقى ريوزابل، يبقى عندي بيلدينج بلوك او ريوزابل كومبوننت استخدمه في السيرفيسز بتاعتي. طيب والمفهوم ده معروف جدا في البروجرامينج، ان انا يكون فانكشناليتي دي ممكن اعمل لها جار وبيلد الجار ده واخد الجار ده واحطه في اللايبرز بتاعه البروجكت بتاعتي. طيب هو ايه الفرق بقى بين الكونسبت المعروف ده اللي هو بتاع الجار اللي بحطه في اللايبرز واللي انا هعمله النهارده؟ لا، النهارده انا مش هاخد الجار واخده واحطه في اللايبرز بتاعه البروجكت بتاعي، لا انا هستخدمه as a Maven dependency، يعني زي الديبندنسز اللي احنا بنستخدمها من المافن ريبوزيتوري. لكن ده الفرق ان ده كاستم جار انا اللي عاملاه، مش اللي هو موجود على المافن ريبوزيتوري، لا ده كاستم جار. طيب انا هعمل الكلام ده ازاي؟ انا هستعين باحد الهوستنج اللي هو الجيت لاب، اللي انا ههوست عليه الجار بتاعي واستخدمه as a Maven dependency. هل لازم استخدم الجيت لاب بس؟ لا، في هوستنج تانية زي مثلا في اشهر حاجة مثلا في جيت لاب وفي الارتفاكتوري، في حاجات تانية، بس ان احنا هنستخدم في التوتوريال بتاعنا ده الجيت لاب. طيب ايه الاجندة بتاعتنا؟ احنا هنقسم الخطوات بتاعتنا لخمس نقط. اول حاجة في بعض البري ريكويزيت اللي لازم تتعمل عشان اعرف استخدم المافن من الكوماند لاين، ففي بعض البري ريكويزيت هنتكلم عليها، وفي برضو ان انا لازم عشان استخدم الجيت لاب يبقى عندي اكونت وما شابه، فهنشوف البري ريكويزيت دي دلوقتي كلها. بعد كده بعد ما اخلص البري ريكويزيت اللي انا محتاجاها عشان اكود الجار بتاعي، هنشوف ايه التشنجز اللي المفروض تتعمل في الجار عشان ما يبقاش اكسكيوتابل جار، عايزاه لايبرري. احنا عارفين السبرينج بوت الابلكيشنز بتاعته الديفولت بتاعها بتبقى اكسكيوتابل جار. اكسكيوتابل جار يعني هي بترن، هي جواها امبيدد توم كات، جواها ابلكيشن سيرفر، فاحنا مش محتاجين كده، احنا عايزين الجار بتاعنا يبقى نوت اكسكيوتابل، عايزينه ان هو از ا لايبرري او از ا باكج، لان احنا ما ينفعش سبرينج بوت ابلكيشن يبقى بيديبند جواه، بيبقى فيه ديبندنسي جواه على سبرينج بوت ابلكيشن تاني، لا هو احنا هيبقى عندنا سبرينج بوت ابلكيشن وجواه جار نوت اكسكيوتابل لايبراري. فمحتاجين بعض التشنجز اللي نعملها على الكود عشان يبقى الجار بتاعنا بالشكل ده. بعد كده محتاجين بعد ما خلصت السورس كود بتاعي ارفعه على الجيت لاب، مش ان هو كانه ابوش على الجيت لاب وخلاص، لا ده هو في حاجه اسمها باكج جوه الجيت لاب، هنشوف ازاي نرفع عليها الجار بتاعي، وهو ده الهوستنج بتاع او الببلش بتاع الجار بتاعي. بعد كده هنشوف نعمل ابلكيشن ونستخدم الجار اللي احنا لسه رافعينه على الجيت لاب، وايه التشنجز اللي انا محتاجاها جوه البروجكت بتاعي عشان اعرف استخدم الجار ده، ويعني سبيشالي ان احنا هنعمل الجار بتاعنا جي دبليو تي سكيورتي، فهنشوف ايه الحاجات اللي احنا محتاجينها في الابلكيشن بتاعي عشان انا اعرف استخدم الجي دبليو تي سكيورتي ده واستخدمه في الابلكيشن بتاعي، ويبقى انا كده عملت امبلمنتيشن للسكيورتي بتاعتي. بعد كده هشوف بعد ما عملت التشنجز اللي انا محتاجاها في الابلكيشن بتاعي اللي هيستخدم الجار، لازم اداونلود الجار ده من الجيت لاب، او احط معنى اخر ان احط الديبندنسي بتاعته في البوم دوت اكس ام ال بتاع البروجكت اللي هيستخدمه، واشوف ازاي هينتراكت مع الجيت لاب والابلكيشن بتاعي يشوفه.
دي كده الاجنده بتاعتنا، ممكن تبقى في فيديو واحد او اكتر من فيديو على حسب الوقت بتاعنا. طيب اول خطوه احنا محتاجينها البري ريكويزيتس. طيب ايه هي البري ريكويزيتس بتاعتي؟ اول حاجه محتاج الجهاز بتاعي يبقى عليه جافا، اكيد لازم يبقى فيه جي دي كي. تاني حاجه محتاجين موفن، فهننستول الجافا، وانا كاتبه لكم الفيرجن اللي محتاجينها 11.0.13 او اي فيرجن كومباتبل مع الحاجه اللي انتوا هتستخدموها، وكومباتبل مع السبرينج فيرجن اللي انتوا هتستخدموها جوه السبرينج بوت فيرجن اللي هتستخدموها جوه الجافا. وبالتالي برضو المافن الفيرجن اللي انا هستخدمها هي اباتشي مافن 3.8.4 او اي فيرجن اخرى برضو كومباتبل مع السبرينج فيرجن اللي هتستخدموها ومع الجافا اللي انتوا نزلتوها. بعد كده هحتاج اسيت بعض الانفايرمنت فاريبلز، سيستم انفايرمنت فاريبلز في الويندوز بتاعي محتاجه اسيت الجافا هوم ومحتاجه اسيت المافن هوم. بعد كده محتاجه اكريت لو انا هستخدم الجيت لاب مش الارت فاكتوري، فمحتاجه اعمل جيت لاب اكونت، ومحتاجه اسيت برايفت توكن جوه الجيت لاب، ومحتاجه ابوش السورس كود بتاعي جوه الجيت لاب، فمحتاجه اعمل نيو ريبوزيتوري، ومحتاجه الفايل الكونفيجريشن بتاع المافن اللي هو سيتنج دوت اكس ام ال احط فيه البرايفت توكن اللي انا كريته على الجيت لاب، ومكان الريبوزيتوري اللي انا حطيت فيه السورس كود بتاعي عشان يعرف يتعامل مع الجيت لاب ويعرف يعمل بابلش ويعرف يعمل ابلود ويعرف يعمل داونلود من الجيت لاب. طيب تعالوا نبتدي اول خطوه معانا ان انا هانستول الجي دي كي. طبعا دي حاجات معروفه لاي ديفلوبر، هنكتب هنا مثلا في جوجل هكتب ايه جي دي كي داونلود، هيجيب لي السايت بتاع اوراكل، هدخل جواه انزل الفيرجن السيوتابل ليا وهعمل له انستول كلها ويزرد نيكست لغايه ما اخلص خالص وانزل الجافا بتاعي بنفس الطريقه. المافن داونلود، المافن هكتب مافن داونلود، هيطلع لي هنا الداونلود اباتشي مافن، هخش على السايت بتاعهم انزل الفيرجن اللي انا محتاجاه، وهمشي مع الستبس اللي محتاجينها عشان انزل المافن. لازم انزل الجافا الاول وبعدين ابقى انزل المافن. وانا بانستول المافن هحتاج اسيت الجافا هوم الاول قبل ما اعمل انستول للمافن واستخدمه. طيب فالخطوتين دول اللي هو اول خطوتين في البري ريكويزيت دول سهلين جدا. نفتح تاني البرزنتيشن. فاول خطوتين الانستوليشن بتاعت الجافا بتاعت المافن مش هنشوفهم مع بعض، ومجرد ويزرد هنمشي فيه نيكست لغايه ما نخلصه. طيب هنشوف دلوقتي بقى ازاي نسيت الجافا هوم وازاي نسيت المافن هوم. طب احنا ليه بنعمل دول؟ عشان لما استجي استخدم اي كوماند لاين من المافن، لو انا مش عامله سيتنج ليهم هيقول لي لو كتبت ام في ان اي كوماند من المافن زي مثلا ام في ان ديبلوي، هيقول لي ان ام في ان نوت ريكوجنايزد كوماند. تمام، فلازم اسيت الجافا هوم والمافن هوم قبل ما استخدم اي حاجه في التوتوريال بتاعي. طيب السيتنج بتاع السيستم انفايرمنت فاريبل بيختلف من ويندوز لويندوز، يعني ممكن تكون بس الطريقه مختلفه، فهشوف ان الويندوز البي سي اللابتوب بتاعي والبي سي بتاعي عليه ويندوز كام، وهسيرش على جوجل سيتنج سيستم انفايرمنت فاريبل فور ويندوز الفيرجن بتاعته. فانا عندي هنا انا جافا سوري انا هنا الويندوز بتاعي ويندوز 10، فعشان اسيت السيستم انفايرمنت فاريبل بدخل هنا في الستارت منيو بكتب كلمه انف، هيجي لي هنا edit system environment variable، هدوس عليها وبعدين هدوس على الزرار اللي هو بتاع environment variable، وبعدين هاد دلوقتي هسيت الجافا هوم، يبقى هاجي هنا كده وهقول له نيو وهكتب جافا underscore home. هحط ايه هنا؟ هحط هنا في الباس الانستوليشن بتاعت الجافا بتاعتي لغاية البن، يعني ما احطش في البن قبل البن. يعني ايه؟ يعني انا هخش هنا كده اهو في البروجرام فايلز، الجافا بتاعتي هنا نازلة، انا هنا جي دي كي 11، هاخد الباس بتاعي لغاية هنا كده. تمام، مش هاخد معايا البن ده، لا لغاية هنا كده بس، وبعدين هدخل هنا تاني ومحطه وهقول له اوكي. انا مش هدوس اوكي دلوقتي لان انا اساسا الجهاز ده انا عامله فيه سيتنج للجافا هوم وللمافن هوم، فاحنا بعد ما اخلص هدوس اوكي. تمام،
انا هدوس هنا كنسل لان انا عامله الجافا هوم قبل كده. طيب وبعد ما اخلصه هيبقى هنا كده هنلاقي الفاريبل اللي هو بتاع الجافا هوم. طيب ايه تاني المفروض اعمله؟ بروح هنا في فاريبل هنا اسمه باص، بعمل له هنا edit وبضيف هنا نيو وبكتب اللي هو الجافا هوم بتاعي، بعمل هنا كده علامه اللي هي المودلز وبكتب هنا الجافا جافا نفس اسم الفاريبل اللي انا كريته جافا اندرسكور هوم، وبعدين بطلع بره كده واعمل على واكتب البن تمام بس وادوس اوكي. كده انا عملت سيتنج للجافا هوم. طيب عشان اتاكد ان الجافا هوم تمام والدنيا اشتغلت ومفيش اي مشكله، بفتح هنا الكوماند لاين بتاعي سي ام دي وبكتب بشوف بتشيك الفيرجن بتاعه الجافا، بكتب جافا داش فيرجن، هلاقي هنا كتب لي الجافا فيرجن بتاعتي اللي انا عملت لها سيتنج في الجافا هوم. لو هنا جافا مش موجوده او الجافا فيرجن مختلفه، لا يبقى انا كده ما عملتش السيتنج بتاع الجافا هوم صح، وممكن يحتاج الخطوه دي ريستارت للجهاز مفيش مشكله تمام. وكذلك الموفن هوم. طيب بنفس الطريقه هنست الموفن هوم، نرجع تاني نعملها تاني عشان نبقى ايه يعني عملناها كخطوه تانيه زياده عشان نراجع الخطوات تاني. هدوس على ستارت منيو ان، في الكلام ده برضو باكد ان هو الويندوز 10 فيرجنز تانيه من الويندوز ممكن يكون بطريقه مختلفه بس بتبقى اختلافات بسيطه. بعمل edit system environment variable environment variable وبقف هنا كده وبعمل new، هعمل موفن هوم موفن اندرسكور هوم تمام. وهكتب هنا ايه؟ هكتب الانستليشن بتاعه الموفن من غير البن. فانا هنا الموفن بتاعي انا منزلاه سورسز، الموفن بتاعي موجود هنا هدور عليه بس اجيب الانستليشن فولدر بتاعه، فهشوف مكان الانستليشن بتاع الموفن بتاعي. فانا هنا كنت حاطاه سورسز اهو، هجيبه هاخد الباص ده وهرجع تاني للسيستم انفيرمنت فاريبل واكتب كده وهدوس اوكي. بعد ما ادوس اوكي هرجع تاني للباص واعمل edit واعمل هنا new واكتب برضو كده واكتب هنا موفن هوم على بن على بن وادوس اوكي تمام. بعد الخطوه دي هتشيك الموفن بتاعي الفيرجن بتاعته بقت يعني عملها سيتنج على الجهاز بتاعي ولا لا. اعمل كده ازاي؟ برضو في السي ام دي بكتب ام في ان داش داش فيرجن، جاب لي هنا الفيرجن بتاعتي اللي انا عامله لها سيتنج. لو الفيرجن غلط يبقى انا اراجع الخطوات تاني، وبعد ما ست الموفن هوم بعمل ريستارت للجهاز عشان يشوفه، لان احيانا بيكون الجهاز عليه سيتنج للموفن هوم اصلا، فما يعني ما اجي اكتب الفيرجن ولقيت هنا طلع لي الموفن يعني لازم ابص في الفيرجن لان ممكن تكون فيرجن تانية غير اللي انا مستخدماه لو هو معمول سيتنج الموفن هوم قبل كده. ولو مش معمول لما اجي اكتب ام في ان دي كده بس هيقول لي ام في ان نوت ريكوجنايزد فاتاكد تمام. طيب احنا كده في البري ريكويزت عملنا اول خطوتين. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن ونشوف ايه الخطوات التانية. فاحنا كده عملنا الانستليشن للجافا وللموفن وعملنا سيتنج للجافا هوم وسيتنج للموفن هوم. طيب هنروح بقى للجيت لاب، سوري نرجع تاني معلش البري ريكويزت اهي. احنا دلوقتي عايزين نكريت اكونت على الجيت لاب ونعمل البرايفت توكن ونكريت ريبوزيتوري ونحط فيه السورس كود بتاعنا ونادجست السيتنج دوت اكس ام ال، دي الخطوات اللي فاضله. طيب تعالوا دلوقتي نكريت جيت لاب اكونت. هدخل على السايت بتاع جيت لاب، يبقى معايا الايميل عشان اعمل بيه ريجستريشن على الجيت لاب. فانا عندي ايميل اساسا وعملت ريجستريشن، فعملت هنا لو انا ما عنديش اكونت بعمل ريجستر وبمشي معايا في الخطوات لغايه ما اعمل اكونت على الجيت لاب. طيب دلوقتي انا هعمل بقى ساين ان لان انا عملت الاكونت قبل كده، يعني انا لو انا ما عنديش هعمل هنا ريجستر ناو
وهكتب البيانات، يعني مفيش اي حاجة زيادة، وهكتب الايميل بتاعي ومفيش اي مشكلة. طيب انا رجعنا تاني بيت، انا دلوقتي هعمل ساين ان. طيب انا هنا عندي اكاونت، اجيب بس الاسم الايميل بتاعه، نرجع تاني. تمام، فهنا هكتب الايميل بتاعي والباسورد. هعمل ساين ان، طيب فانا هعمل ساين ان دلوقتي على الجيت لاب. على حسب بقى انا كنت عامله ريجستريشن بايه، انا عامله يوزر نيم او باسورد او ساين ان بجوجل، وات ايفر انا عامله ساين ان بايه، فانا عامله ساين ان بجوجل، فهلوجن بجوجل بدل ما اكتب اليوزر نيم والباسورد. طيب انا كده دلوقتي خلاص عملت اكونت على الجيت لاب وعملت لوجن عليه ودخلت خلاص جوه الجيت لاب. اول حاجه محتاجه اعمل برايفت توكن على الجيت لاب. ايه لازمه البرايفت توكن اللي على الجيت لاب ده؟ ان انا اعرف انتراكت معاه، ان انا اعرف اعمل بوش عليه واعرف اعمل بول من على الجيت لاب باستخدام البرايفت توكن ده من الموفل. طيب بعمل برايفت توكن ازاي؟ باجي هنا كده على علامه اللي هي البروفايل، وبدخل بريفرنسز، في هنا اكسس توكنز، فانا هنا هكريت بيرسونال اكسس توكن او برايفت توكن. فانا هكتب هنا مثلا ديمو، ده اسم للتوكن بتاعي. التوكن مش هديله اكسبيريشن ديت، انا عايزاه يبقى على طول نوت اكسبيرد، وبكريت بيرسونال اكسس توكن. تمام، لازم هنا اختار السكوبس بتاعتي، فانا هدي له جرانت على كل حاجه محتاجاها. تمام، فانا هدي له هنا في السكوبس بتاعتي، انا هدي له كل الاكسس على الريد والرايت كل حاجه، واقول له كرييت بيرسونال اكسس توكن. هتلاقي ان هو هنا كريته، وهنلاقيه هنا تحت كده، وهحتفظ بال الاكسس توكن بتاعي ده، هعمله كوبي كده واخده هنا ايه في اي فايل عندي واحتفظ بيه، لان ده مهم جدا هنستخدمه كمان شويه. فده كده ايه البرايفت توكن بتاعي. طيب فدي كده تاني خطوه على الجيت لاب بتاعي. طيب دلوقتي انا عايزه كريت بروجكت على الجيت لاب عشان ابقى بوش عليه السورس كود بتاعي، فبروح اعمل ايه؟ فبروح هنا في البروجكتس جيت لاب، في المنيو هنا بروجكتس، create new project، هنا بلانك فهسميه مثلا GWT demo. انا الجار بتاعي انا هعمل GWT security، الجار بتاع السكيورتي اللي هو GWT، وهستخدمه في الابلكيشنز بتاعتي، فعشان كده هسميه GWT demo. ممكن بقى اللي هو البروجكت ده يبقى public او private، انا هخليه بابليك لان احنا هنا التوتوريالز عايز الناس كلها تبقى شايفاه وكده، فانا هخليه بابليك، مش محتاجه ان انا اخليه برايفت. هو اساسا السورس كود بتاعه نفس السورس كود اللي كنا عاملينه في التوتوريالز قبل كده على الجيت هاب، اللي احنا كنا عاملين فيه الجي دبليو تي سكيورتي، هاخده واحوله لجار. وهنا بقول له كرييت بروجكت، كده انا كده عندي البروجكت بتاعي اتعمل له كرييت. طبعا ما فيهوش غير ريدمي فايل لان احنا لسه ما عملناش كوميت لاي سورس كود. هاخد بقى اللي هو اليو ار ال بتاعه، وبروح اعمل له تشيك اوت عندي في الـ في الـ في الورك سبيس بتاعتي. طبعا يعني لو انا ما عنديش الجيت توتورز او الجيت مش انستولد على على الجهاز بتاعي، فببقى انستول يعني يعتبر برضو بري ريكويزت. طيب انا هنا هروح في الورك سبيس بتاعتي او في المكان اللي انا عايزاه، فانا هنا هعمل نيو فولدر، سمي مثلا جي دبليو تي ديمو،
وانا هنا عندي الجيت انستولد على الجهاز، فبقول له جيت كلون وبكتب فيه اليو ار ال اللي انا اخدته من الجيت لاب وبدوس اوكي. كده بعد ما حصل كلون للريبوزيتوري بتاعي هو كده خلص وقال تمام. خلاص كده انا بقى عندي السورس كود بتاعي، انا خلاص جبته من على الجيت لاب الريبوزيتوري، هو فاضي حاليا، هو ده اللي هنا اللي هنحط فيه الكود بتاعنا اللي احنا هنرفعه على الجيت لاب بعد كده. طيب انا دلوقتي انا كده بعمل كلون، قلت لكم احنا بناخد اللي هو اليو ار ال ده وباخده وبعمل له فيها تشيك اوت. طيب فاضل لنا ايه في ال في البري ريكويزيت؟ فاضل لنا في البري ريكويزيت اخر خطوه ان انا السيتنج دوت اكس ام ال في الموفل اهيئه ان هو يعرف يتعامل مع الجيت لاب، ان انا احط له البرايفت توكن واحط له الريبوزيتوري اللي هو هيسحب او هيرفع عليه. طيب هنروح هنا في البروجكت بتاعنا، في حاجه اسمها بروجكت اي دي، في حاجه اسمها بروجكت اي دي، هاخده كده كوبي احتفظ بيه معايا هنا كده برضو. وبعدين هروح في المكان بتاع الانستليشن بتاع الموفل، في فولدر اسمه كونف، في فايل اسمه سيتنج دوت اكس ام ال، هعمل له اديت، هدور على السكشن اللي هو اسمه سيرفرز. سيرفرز هلاقيه هنا كده، هو بيبقى متهيش باي ديفولت يعني، فهفتح الهاشنج بتاعه، او ان انا يعني ممكن ابقى حاطه اسيبه متهيش كده وابقى اخده انا هنا كده اللي هو السيرفرز كاني فتحاها وحاطه جواها سيرفر وقافله التاجايه بتاعه السيرفر، يعني هنا كده دي سيرفر وممكن هنا كده وعامله كده وقافلاها. احنا هنقاد سيرفر وهنقاد ريبوزيتوري، فانا هاخد السكشن ده كده معايا تورسي وهحطه هنا، يعني لو دي مفتوحه، لو الهاشنج ده مفتوح ايه هو اصلا مفتوح او انا فتحته، يبقى انا مش هاخد كل ده، هاخد سيرفر دي يعني كده هضيف سيرفر واحد وريبوزيتوري، لو هي مش مفتوحه يبقى هاخد التجايه دي كلها، هاخد دي كده كوبي وهدخل هنا كده احطها هنا. هعمل بقى هنا ايه؟ سيرفر، فانا هنا السيرفر ده على الجيت لاب موفن. طيب وهحط هنا البرايفت توكن بتاعي، هكتب كلمه برايفت توكن واحط هنا اللي انا كنت اخده كوبي قبل كده، انا عملت بيه برايفت توكن، فانا هدخل هنا كده تاني اجيبه، هاخد هنا البرايفت توكن بتاعي. وهنا هضيف ريبوزيتوري اللي هو اللي موجود على الجيت لاب اللي هو البروجكت بتاعي اللي انا كريتته، عشان هو ده اللي هينتراكت معاه. فانا بكتب هنا كده جيت لاب موفن برضو، وبكتب اليو ار ال بتاع البروجكت، كل ده ثابت، بس هريبليس اليور اللي هو يور جيت لاب بروجكت اي دي بالبروجكت اي دي اللي انا جبته من على الجيت لاب، فهاخد هنا الرقم بتاعه سي، وهدخل اشيل بقى كلمه اللي هي يور بروجكت اي دي ده، واحط هنا البروجكت اي دي بتاعه، وهسيف السيتنج دوت اكس ام ال بتاعي. وكده يبقى انا خلاص كريت فيه، حطيت فيه اللي هو السيرفر اللي انا هينتراكت معاه، والبرايفت توكن الاكسس توكن اللي يقدر البيرسونال برايفت توكن اللي هو هيعرف ينتراكت فيه مع الجيت لاب، وهنا الريبوزيتوري اللي هيسحب او هيرفع عليه على الجيت لاب. بكده نكون خلصنا البري ريكويزيت اللي احنا محتاجينها عشان اعرف اعمل سبرينج بوت لايبراري او سبرينج بوت جار او باكج ريوزابل بيلدينج بلوك، اعرف استخدمه في ابلكيشنز تاني. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشوف ايه هي التشنجز اللي انا مفروض اعملها على الكود بتاعي، اكتب الكود بتاعي وايه التشنجز اللي انا محتاجه اعملها عشان اعمله ان هو جار نوت اكسكيوتابل وارفعه على الجيت لاب. شكرا.